بقى تابعنا بيدار غاتشوف راسك فلاستري ما كيهمنيش لباسي بيبي يلا كاسي هادشي طلع لي فراسي اوكي بيبي يلا فازي بزاف بزاف صعيب عليكو بزاف 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 صعيب عليكو بزاف 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 صعيب عليكو بزاف. واش لافامي لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كنبغيكم كاملين بواحد بواحد ديديكاس ل500 الاولين. المهم اخوتي راكم عزاز وغانين. الناس بزاف كتقول لي باغي الدراري يلعبوا في التليفون، بغاو يلعبوا شي العاب ديال الالعاب ديال البلاي ستيشن، ولكن لقيت لكم واحد لابليكاسيون اللي زوينه بزاف للناس اللي غتلعبوا ومرتاحين، فهمتي غتلعبوا مرتاحين من الاحسن. انا غادي نوريكم هاد لابليكاسيون وبغيتكم كاملين تيشارجيوها وتلعبوا كيف ما بغيتو. انا براسي نتيشارجيها باش نوريها لكم. هانتو هي هنايا، هانتو ها هما الالعاب. دابا راه الجهاز هنايا، غادي نوضح لكم كلشي. وكيما كتشوفوا معايا اخوتي، هانتوما في ما مكونيكتاش وغادا تخدم لك اللعبة كيما بغات. هانتو نبرك على بلاي، اي لعبة بغيتيها غادي تخدم بزوينة. هاد لابليكاسيون كتخدم بلا كونيكسيون، كتخدم مرتاح وبستاجات وكلشي. هادو الالعاب ديال بلاي 1، كتخدم بلاي 1 بلاي 2 حتى بلاي 3. مثلا غادي ندخلو لهاد التيكن، هذا كتعقل لهاد التيكن هذا كي كان في بلاي 1. غنديرو بلاي، كتعطيكم هاد الصفحة هادي، كتكليكي على هاد اللعيبة خضراء. هاهي بالنسبة خوتي لهاد السبيد هذا، نوريلكم هذا هاد السبيد هذا، هادي كتزرب الفيديو سميتو الفيديو ديال اللعبة، فهمتي باش دغيا كتدخل اللعبة. المهم غادي نكليكيو على هادي، مثلا اللي بغيت اي لاعب نلعبو به نلعبو بهذا. انا كنا كنعيطو له برايكي كي براكيل. المهم نوريكم شي لعيبات. هانتي شتي لعبة زوينة بزاف، فيها لعيبية زوينين تا هما. شوف شوف شوفو 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 الفنون. المهم اللعيبة وهاد اللعيبة عاوتاني عزيزة عليا، تا هاد اللعيبة هادي تا هي ناضي. اي اي هادشي كامل اخويا، ايوا بزاف. هاهو مشى شتي. وكيما كتشوفو معايا اخوتي، دابا غادي نمشيو لبيبسي مان. هانتوما الطريقة عاوتاني كالعادة، اللعيبة هادي هي اللي كتزرب الفيديو. مثلا كان تقيل، هانتو شي كيزرب دغيا. هاطوك كان ستاف. غادي تكونو عقلتو عليا شحال هادي في 2006 ولا 2009، مبقيتش عاقل بالضبط. هادي سميتها بيبسي مان، لعيبة هي زوينة ماضية فهمتي. هانتو ندوزو لواحد اللعبة اللي كنت كتلعبوها شحال هادي، درايفر. كاين في بلاي في بلاي درايفر. هنايا يالله كان لا خرجو خرجو، هادي هادي المدينة وهادي العربية. نختار الطوموبيل زعما اللي غادي تكون مناسبة. لا نازلة هادي يعني شتي، هي كتزرب لعبة وهي كتدخل كتلعبنيش. هانت هادي يالله هنايا كانت كتقدم كيما كتقولو الجي طية، ولكن هادي راه الدرايفر.
لا 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 لا، شات السوقان سي انوار، شات السوقان يلا كسيري هدية. ونسيت حق اخوتي، يمكن لك تخرج من الطلبة اللي تهرسات كتشوف شي طوبي اخرى كتبان لي هنايا، ما عرفتش لقات شي طوبيل. واش تا طوبيل زعما واش خناع هادشي كتبدل الطوبة كيف ما بغيتي انت اخوتي. وغنمشيو واحد اللعبة اللي كنتو كتلعبوها في صغركم بزاف، المهم هي بلاي كالعادة، بركو هنا تكونو عارفينها يعني كراش، ولكن انت في بلاي 4 و بلاي 3 و بلاي 2 على حسب الجرافيك اللي عندهم هما. المهم غادي نعزل غنعزل، شكون قال نزلو هنا توب رجع البنية. دابا راه هادشي اللي الزربة انا، داكشي علاش كتمشي الصورة هاكا، ديرو بحال هاكا باش نتقاد الصورة، ديرو قويت قادف. المهم اخوتي العاب زوينين بزاف وبدون كونيكسيون كتلعب فرحة الله. هانت هما كندا شتي العاب البلاي ان كتلعبهم غير في التليفون ديالك شتي. المهم اخوتي الطريقة كيفاش تيشارجي الالعاب، نختارو مثلا شي لعبة زوينة مثلا نديرو تيكن 6، هذا ديال بلاي نشوف ديال بلاي 3 هاهي تيكن 6 كيعطيوك الدوند وورد كتبرك عليها فوالا هاهي كتشارجا بوحديتها. وفاش كتوصل للحد ديالها حتى لهنا فاش كتوصل كدير بلاي، هاهي بلاي كتخرج لك ديك اللعبة اللي تيشارجيتيها تما كتخرج لك هنايا في هاد لا ليست وكدير بلاي النيت. وكالعادة كيعطوك لعيبات هنايا كتجبرك على ديك الخضرة وكتدخل لعبة نيشان. المهم اخوتي نتمنىكم نكون وصلت ليكم الرسالة. هاي دابا كتشارجا شو شحال 16 14، المهم 157 هي غادا. اوكي ما كتشوفوا معايا اخوتي الناس اللي عندهم غير التليفون ماشي مشكل، اللي بغى يشري مانيطا بحال هادي باش تحكم في ديك اللعبة باخر على خير باش بلا ما تحمق راسك في التليفون وكدا على حساب الانكاسابل على حساب بزاف د الحوايج. المهم هادي راه دايره 150 درهم كاينة قلبوا عليها في المتاجر ديال الالكترونية. المهم اخوتي طريقة التشغيل ديال المانيطا تبركو على هاد اللعيبة الحمراء و هاد الاكس فوالا، هاهي كتسينيالي كدير بحال هكايا كتدخل البلوتوث هاهو البلوتوث كتروشيرشي عليها هاهي طلعات هاهي تانسطالات مع التليفون هاهي عطاتك واحد الحمرة زوينة هنايا الوين فيها واعر. المهم اخوتي غادي ندخلو دابا اللعبة غنديرو بلاي هاهي بلاي غنختارو مثلا درايفر اللي كنا لاعبين وش قبيلات هاو درايفر نزربو عليه تلعب مرتاح هانت. دابا نديرو ليه بحال هكا هانتوما اللي بغينا نكدو ديك الزربة السبيد اللي كنا دايرين. دابا يمكن لي نتحكم في التليفون ديال في التليفون ديالي المانيطا كيمكن لي ندور تا الالوم كتا هما خدامين باش عجبتنا المانيطا تخدم تا الالوم كلهم هانتا خدام كتلعب بخير وعلى خير هانت. هانتوما اخوتي ها بحال هاك لاعب بلاي ستيشن ديال بصح هانت هانتوما ولات البلاي 4 كان فراني بعد هانتوما هانت كاميرا
تلعب كيف بغيتي، تحماق كيف بغيتي. كما كنتشوفوا معايا كراش اللي كنا كنلعبوها في الصغر ديالنا، ولينا كنلعبو حتى في كبرنا. ماما نزل بعد هاد اللعيبه هادو باش تطلقني دغيا. لا لا لا، مكانش هنا دخل تما. فوالا نزلوها البنش. المهم اخوتي، كنت كنلعبها قبيلات، شو الطريقه كيفاش هاد وشو دابا اللعب ديالها ديال بصح. ها انتما كنلعب فيها بالمانيطا ديال البلوتوث، وختامه مزيانه. ها انتما شتي. ها كنلعب كيف بغيت. كما قلت لكم اخوتي، اللعبه اللي كنت تيشارجيتها قبل ها هي، شتو ولا ما شتوش؟ نديرو بلاي كالعادة. هادي راه كاينه في بلاي 3. هيا غادي نخدم دابا، ندير اوكي، نحاولو نوقفو التليفون بالطريقة ديالنا. ستار ستار، الي الي الي. اوكي، إذا كنت سميتك كدا اللاعب اللي باغي يديه السوفكارد. اوكي، هادي دابا غادي نديرو بروسلي. هذاك التيكن اللي كنت وريتكم قبيله، هذاك راه التيكن 3، هذا التيكن 6، كاين في بلاي 3. يمكن دير فيتاس، يمكن دير نورمال، داكشي زايد شي شويه، الجرافيك حتى هي زايده. غير شويه لهنا. ها انتم اخوتي، اللعبه خدامه نيشان بدون كونيكسيون كاع، يمكن تخدمها بلا كونيكسيون. شتي خدامة مزيانة لحقها وطريقها. أنا ربحت شتي، ساهل داكشي. كاين سبيد، كاين نورمال. نورمال شتي مزيان حلو. المهم اخوتي، كما كتشوفوا معايا ديك اللعبه سميتها هابي باي شيك. هايا شيك شي سيكوما بحال هكاك. المهم اخوتي، كيخرج لكم هاد الطابلو بحال هكايا، كتكليكيو على هاد اللعيبه هادي. فاش كتكليكيو عليها، كتعاودو تكليكيو على هادي، كتعطوك تيشارجي، كتيشارجيها. ها انتما كما تشوفوا معايا، كدير لها تيشارج. هاي كدير لها تيشارج، كتشارجالك، كتانستاليها في التليفون ديالك، ساهله. كما شتو اخوتي، اللعيبه ساهله ماهله. ابليكاسيون ومانيطا تقدر تلعب مرتاح ديال بصح. المهم اخوتي، نتمنى الفيديو كان عجبكم، وما تنساوش لي لايك وسبسكرايب، وندوزو الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس عليكم اخوتي. وكاين واحد الاغنيه اللي واعره بزاف، اللي مازال راني خدام عليها حد الان، اللي غادي تعجبكم بزاف. عرفتي شكون غادي تعجب؟ مكانسه مكانسه، غتعجبهم هما الاولين. المهم اخوتي، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس عليكم اخوتي.